19 ولاية شملتها الأمطار الطوفانية ما تسبب في فيضانات وأوضاع كارثية في مناطق منها. ولاية القصرين بالوسط الشرقي كانت الأكثر تضرراً، فجرفت السيول جسوراً وطرقات وتسببت في وفاة شخصين. أغلقت المدارس في 6 ولايات، وكلف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزراء البيئة والداخلية والنقل والتجهيز بالتحول إلى المناطق المتضررة. البنية التحتية نتاع قصرين كعبة ياسر، ما تتحملش معناتها الطقس الشادي، ما الأوضاع مزرية. البنية التحتية بالنسبة لولاية القصرين هي مهترئة، وتم الصيانة نتاعها لكن تم الصيانة نتاعها بطريقة غير علمية. مدينة المحمدية على بعد 20 كيلومترا من العاصمة، تسببت السيول في جرف السيارات، وغمرت المياه المنازل بارتفاع للمنسوب وصل المترين، خاصة في حي عامر. عاش الأهالي هنا أوقات عصيبة طيلة ساعات الليل، وهرعوا في الصباح إلى إخراج المياه بوسائلهم البدائية. الزراعة تنجم تقول 100% ما بقى كان السطح أنا لبس عليه، زوز سنتي ويوصلوا الماء. موبيليا تكسرت، مشت التلفزة، مشت الضو تقص، المعون هاك تشوف الخوجين ما بقى لنا شيء. بيتين ما رقدناش للصباح، للاربع نتاع الصباح واحنا نعوم ونغطسوا في الماء للصباح. كونجيراتير تكسرت، الكليماتيزير ضررنا بالضو نتاعو. فما كمية المياه وصلت حتى متر ونص ولا أكثر، معناها هذه كارثة بالنسبة للعباد. لكن احنا حاولنا ليلة كاملة حتى حد مرقد، الناس الكل كي معاهم، رئيس البلدية معاهم، الأمن، الناس الكل كي. فاقت كميات الأمطار المستويات العادية، خلال ساعات فقط وصلت إلى نحو 200 مليمتر. ويتهم الأهالي الدولة بالتقصير في معالجة هشاشة البنية التحتية، رغم تسخير لجان محلية لمجابهة الكوارث في كل ولاية. خلفت الأمطار الطوفانية أوضاعا كارثية بمناطق عدة في تونس، ضحايا ومفقودين ومناطق معزولة بالكامل. أما البنية التحتية فكانت المتضررة الأكبر. من مدينة المحمدية، فتح الفلحي، قناة ميديان تيفي، تونس.